هاتفيا من رام الله ينضم الينا الدكتور عباس زكي عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح. ارحب بك دكتور عباس. اولا انا مش دكتور، انا يعني عادي، وتحياتي لك. انت ضيفا عزيزا علينا استاذ عباس على العين والراس، اهلا بك معنا. اهلا بك، شكرا. اهلا بك. ماذا ننتظر من انتوني بلينكين في هذه الجوله؟ يعني نحن حتى الآن نرى في الموقف الأمريكي التصعيد وليس التهدئة، لأنه يعني واضح تماما أنه اللي بيسمح باستمرار القتال وهو يدرك أن إسرائيل ليست دولة عادية، هي دولة أبارتايد، هي دولة تمارس الجينوسايد، هي دولة متطرفة، وحتى تنتقد حتى الرئيس بايدن حينما كان بده يحاسب 5 مستوطنين على جرائمهم قالوا هذا ضد السامية. بالتالي حينما يأخذ قرار فيتو على المجلس الأمن بعدم وقف القتال لا نرى فيه خير. حتى اللحظة الذي يقود هذه المعركة أمريكا، ولو كانت إسرائيل لانهارت في 8 أسابيع وليس بهذا يعني الحجم بالمرتزقة والمستشارين الأمريكيين والأوروبيين إلى آخر. فنحن نرى الآن بأن مصلحة أمريكا قبل مصلحتنا نحن، أنه ذاهبين لانتخابات لا يستطيعوا دخول حرب واسعة في ظل فوضى واسعة في ظل إبادة جماعية تتجاوز الفلسطينيين. وبالتالي نأمل أنه، وقد أعلن سابقا هو أكثر من مرة خلافاته مع بايدن عشان الموضوع الشرق الأوسط والفلسطينيين، أن يكون رئيس، أن يكون وزير خارجية قادر على أن يدرك بأن استمرار القتال على غزة قد لا يسيطر عليه في المستقبل، وهو يعرف أن العاقبة لن تكون قادرة على تصفية الفلسطينيين. احنا الفلسطينيين 106 سنوات ونحن نقاتل، وكل القوى في نهاية المطاف اقرت بعدالة القضية وبالانحناء امام الفدائي الفلسطيني. من هنا نأمل ان يكون قد استوعب الدرس، وانا سعيد جدا بموقف بريطانيا الذي بدأ يدرس جيدا امكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضا أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة بعكس الولايات المتحدة والآخرين. ومن هنا نراهن نحن على أن يدرك الأمريكي مصالحه وأن لا يبقى مقطورا بحرب يقودها نتنياهو الذي لا يهم مصلحة لا اليهود ولا العرب، بقدر ما يهم أن ينجو من القضاء الإسرائيلي لحجم الجرائم اللي ارتكبها أثناء رئاسته لهذه الحكومة، بأن من سوء اعتنان، من غشوة، وهناك وثائق عديدة تثبت على أن هذا الرجل غير مؤهل. وبعدين في مثل أن الفلسطينيين بيقول اركب الديك شوف فين بوديك. إذا هذه الولايات المتحدة تقاد بنتنياهو فعلى الدنيا السلام. سنتحدث عن نتنياهو، لكن يعني كي نكمل هذه النقطة في زيارة بلينكين، هم يتحدثون في الخارجية الأمريكية عن جولة الرجل تأتي في إطار الإفراج عن المحتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وهنا أضع كلمة تعليق بين قوسين. يعني مش معقول برضو إحنا نقدر نناقش ونقرر إنه الفلسطيني كأنه لا دم إله ولا كرامة إله ولا حياة إله. إحنا في من 7 أكتوبر حتى اليوم 6000 أسير يعني يأتونا فيأخذون الناس، وبالتالي ما حدا بيقدر يعني يصدق أحرار يقاتلوا من أجل قضية عادلة وحثالات تأتي من مستوطني العالم وهي تعرف أنها تأتي لأرض غير أرضها وأنها أداة للاستعمار القديم والجديد، ويكون معها الحق في أن نعادل بيننا وبينهم. إحنا بنقول هذا ظرف، يعني لو كان أن فعلا
حاضنة عربية وحاضنة إسلامية. لما تأخر هذا الاحتلال 76 عام، ولكن الولادات في غزة الآن في 50,000 امرأة حامل. إن شاء الله بعد 50 سنة كمان بنهزم قوى الشرق إذا كان مقيد لها أن تكون بدل الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الداخل لدى المحتلين وما ذكرته أستاذ عباس عن نتنياهو، خسائر كثيرة بمقاييس السياسة مني بها هذا نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، إلى أي مدى يستطيع الاستمرار والمضي قدما في هذا الأداء اليميني المتطرف، ويوما تلو الآخر يسقط الكثير من جنود جيشه، خسائر اقتصادية كبيرة جدا لديهم؟ أولا بدنا يعني نأخذ هيك، هذا مجتمع كله عسكري وكل الآن لا يوجد يسار في إسرائيل، في اليمين الوسط وفي اليمين المتطرف. اليمين الوسط هو المعسكر، هذا الآن هددوا يعني جانس وإيزنكوت والهذا بالانسحاب من الحكومة، يدرسوها جيدا، وهذا إنذار. إذا انسحبوا يمكن أن يقوموا المتطرفين بقيادة واحد عنده 4 نواب اسمه سموتريس، وواحد عنده 9 نواب اللي هو بن كفير، وهؤلاء يعني لا يصلحوا رعاة أغنام، ممكن يقودوا إسرائيل إلى كارثة جديدة وتضع حد لبقاء هذه ما يسمى بالدولة، لأن العالم كله الآن في أوروبا في العالم موقفه متقدم على الموقف العربي والفلسطيني، لأنه رأى بأم عينه أن هذه الجرائم وهذه الإبادة لا تصلح للمجتمع متحضر، وهي سلاح ذو حدين، لأنه كمان في الآن نازيين في أوروبا، وإذا نجح هذا التطرف في فلسطين أعتقد بصير انهيار عالمي. لكن عفوا على المقاطعة أستاذ عباس، وكأنك تحدثني عن مجتمع غربي يعلي من القيم والإنسانية ولم يكونوا يعلموا شيئا عن هذا الأمر، والآن اتضح لهم ما يحدث بشكل حقيقي وعلى ذلك سيقوموا بتغيير أفكارهم، هل هذا ما تقصد؟ شكرا لك، أنت لخصت يعني هذا صحيح. هم الآن كانوا زمان حتى الأمريكي لا يقرأ ولا يفهم بالسياسة الخارجية، والذي يصنع السياسة الخارجية الصهيونيين الصهاينة، ونظرتهم لأمريكا يعني ممنوع تفكر بالوضع في فلسطين. لكن اسمح لي وجهة النظر الأخرى، يعني وعد بولفور في الأساس هو صنيعة غربية بريطانية بالأساس، ومن ثم الاعتراف بهذا هذه الدولة في المنطقة العربية والدعم المستمر شكلا وموضوعا، وكان آخر هذا الدعم وقف الكثير من هذه الدول التي تدعي أنها تقف مع الحق والحرية، وقف المساعدات للأونروا برغم كل هذه المجازر اليومية. هذا كله يسجل في أنهم يريدوا توسيع الفوضى وتعميمها والإبادة المتنقلة، سواء من فلسطين إلى العراق إلى اليمن، هذا أمر يتنافى مع ما يتحدثون عنه وما وعدونا به منذ أول زيارة لبلينكن، وهو لا يستطيع أن يقنع حتى الإسرائيليين بإعادة السرقة للمقاصة الفلسطينية اللي بأخذوا عليها 3% ويريدون التهام كل شيء. وأن يعلن كمان هذا المتطرف سموتريش أنه بدنا نبني 7,000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، هذا أمر يعني هم فالتين من عقالهم. لكن شكرا لجنوب أفريقيا وللدول اللي انضمت الآن إلى يعني ممارسة حقها في تقديم الشكاوى على جرائم هؤلاء يعني العصابات الصهيونية في داخل فلسطين. أعتقد إنه الحلقة تضيق ولا يستطيع أن ينهوا هذا الشعب الفلسطيني بالسلاح، وأيضا لا يستطيع بالخدعة
وبالنفاق أن يحموا قاعدتهم المهترئة الآن وفقا لسبعة أكتوبر وما بعده، ووفقا لمعركة الكرامة سنة 68 الذي قال ديان ماذا أفعل إذا هم أمامي من قرروا الموت وانهزم أمامنا وأمام الجيش الأردني في 68 بعد انتصاره في 5 حزيران 67. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كنت معي هاتفيا من رام الله.